اترككم بقى دقايق مع نختم بايه؟ هنختم بايه يا استاذ عبد الله؟ بقصيده الا يا لطيف يا لطيف لك اللطف يا رب، تاليف سيدي محمد ابن الشاهد الجزائري المالكي. نعم، طيب يا سيدي احسنتم، وربنا يا رب يلطف بينا جميعا. اتفضل يا سيدي. إذا لم يكن معنى حديثك لي يروى فلا مهجتي تشفى، فلا مهجتي تشفى ولا كبدي تروى. نظرت فلم أنظر سواك، نظرت فلم أنظر سواك، أحبه ولولاك ما طاب الهوى للذي ياهوى. ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضا وغيبت، قال الناس ضلت به الأهوى. لعمرك ما ضل المحب وما غوى، ولكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. بلطفك عذنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف. مشونا بلطف الله ذو اللطف إنه لطيف لطيف لطفه دائم اللطف. تداركنا باللطف الخافي يد العطاء، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه، إذا نزل القضاء يسبقه اللطف. بجاه إمام المرسلين محمد، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف. عليه سلام الله ما قال منشد، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. بجاه إمام المرسلين، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف. عليه سلام الله ما قال قائل، ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف. بجاه إمام المرسلين شفيعينا، فلوله عين الحفظ ما نزل الحفظ. عليه سلام الله ما قال صادق، ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ. فيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، وأمن بلادا نحن فيها من الخوف. ويا مؤمن أمن بأمنك
الأمنك خوفانا وأمن بلادا نحن فيها من الضر ويا مؤمن أمن بأمنك خوفانا وأمن بلاد المسلمين من الشر وأمن بلاد المسلمين من الخوف احفظ مصرنا وأمن من أوطاننا وجنبنا الوباء والبلاء وخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك يا وأمن بلاد المسلمين من الشر بجاهك يا ذا العلا والجلال ومن تخفي بسني الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك السؤال وآي الشفاء وكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال تكرم علينا ببرء السقام ونيل الذي نرتجي في المآل وكن حصننا من جميع الهموم أيا خير شاف ويا خير وال وفرش كروبا لقد أثقلت لنا الظهر يا من إليه السؤال فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال إليك بصفنا أبو